السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي قناة ماك فوكي، معكم عبد الفتاح ميز. أولا مبارك عليكم الشهر، شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. ننتقل لموضوع الحلقة والتي سنتحدث فيها عن بعض الحلول التي وضعتها بعض الشركات، والتي أساسها هو إيجاد الحل الأمثل لطلي الجدران دون الحاجة إلى استعمال الشريط العازل الذي سيكلف الوقت الجهد والمال. هيا بنا نبدأ. Wagner introduces the revolutionary new Smart Edge Roller. الجهاز الأول من شركة واغنر المتخصصة في إنتاج أجهزة وأدوات الطلاء. يحتوي الرولر الخاص بواغنر على أنبوب طوله 35 سنتيمتر يتم ملؤه بالطلاء ليعطيك تشطيبا أسطوانيا سلسا. يحتوي الرولر على قطعة بلاستيكية مثبتة على الجانب، وهي التي تمنع تسرب الطلاء إلى إطارات الأبواب والنوافذ والجدران الموازية. وطبعا هذا ما يجعل من الطلاء سهلا دون الحاجة إلى الشريط العازل. يتميز الرولر بحجمه الصغير مما يجعله ملائما للمساحات الصغيرة والزوايا الضيقة. بعد أن تملأ الأسطوانة بالطلاء عليك أن تضغط فقط وبرفق على المقبض حتى يتسرب الطلاء إلى الرولر. المميز في الرولر هو أنه يمكنك غسله من الطلاء بطريقة سهلة، وذلك عبر شبكه بالحنفية ثم فركه بهذا الشكل. ثم عليك أن تغسل الأنبوب بهذه الطريقة. المنتج التالي من أكوبراش طراز MX وطراز MT. أما طراز MT فهو عبارة عن رولر مثبت على قاعدة مزودة بعجلات. تلك العجلات هي التي تمنح الرولر الانسيابية في تتبع الإطارات دون طليها. كما أن الرولر يحتوي على قطعة ألمنيوم جانبية هي التي تعتبر فاصلا بين الرولر والأسطح الجانبية له، تماما بنفس المبدأ الذي رأيناه في الأداة السابقة. لكن ما يميز هذا الرولر عن الرولر السابق هو أنه يحتوي على فرشاة خلفية ناعمة تطلي ما تبقى من التفاصيل الدقيقة التي تم تجاوزها من قبل الرولر، وهذا ما يعطينا في الأخير عملا في منتهى الدقة والإتقان. ما يميز طراز MT هذا عن طراز MX هو إمكانية ربطه بعصا مخصصة للمسافات البعيدة. Hi, Dan with HomeRight. المنتج التالي من HomeRight، وهي مختلفة تماما عما ذكرنا سابقا، إذ أنها عبارة عن قطعة قماش أو إسفنج متصلة بأنبوب يمكن شحنه بالطلاء. When it's full, we release the trigger. We're going to wipe off the excess paint from the fill tube. And now we can put the pad attachment back on. I like the pad. وحتى تبدأ في الطلي، كل ما عليك هو الضغط على الزناد على الأنبوب، وسيبدأ الطلاء بتسرب إلى القطعة الإسفنجية. I'm going to give the trigger a little push to feed a little paint. As I do that, I'm going to move it up and down. الفكرة بسيطة، نعم. لكنهم استطاعوا التسويق لها كمنتج.
properly. Now here's what we're going to do. We're going to drop it into our paint and just float. ننتقل إلى المنتج التالي والذي سمي بشورلاين، وهي عبارة عن قطعة إسفنجية طولها 15 وعرضها 10 سنتيمترات. تحتوي إحدى أطرافها على عجلات تبقيها بمحاذاة الأطر والجدران الجانبية. كما يمكن إيصالها بعصا لاستعمالها في المسافات البعيدة. المنتج الأخير من بلاك أند ديكر. أترك لكم متعة المشاهدة. نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله.